على الله بقى يا ست، اكلي يعجبك. يا بنتي ده كفايه وريحه. انتوا جننتوا ولا ايه؟ كل ده اكل؟ في ايه تاني يعني؟ حضرتك عارفه ان احنا عيسان وعايزين نتغذى يعني. الواحد يعمل صنف اتنين. ما تقلقيش يا تيتا، ما تقلقيش، الاكل ده كله بابا مصروف البيت اللي انا بديهولك. انت فاكرني ايه بقى انت؟ خايفه على مصاريف البيت؟ انا زعلانه علشان اهمالكم. بدل ما تشيلوا قرشين للزمن بتضيعوهم في محشي وملوخيه وباميه. ما ينفعش الكلام ده. من هنا ورايح مرتباتكم في ايدي وانا اللي هديكوا المصروف. ايوه بس ايوه منور منور، معلش تيتا فين بصراحه؟ ربنا يبارك لنا فيكي. تسلم ايدك يا منور. انا عايزه الاكل ده كله يخلص وعلى الله يترمي منه حاجه. ما تحش يا اخويا حش. اي فجاه فجاه كده النكهه كده وخان غاب ده انا هشنك. وهوب انا من اواكل. اتفضلي. عين العقل يا روي هاني. هم موكليني يا قبض ماهياتهم، حتى اسالهم. اسالهم ده ايه؟ كلامك مصدق عندي 100% يا فندم. بس هم عملوا ايه؟ تاخروا عليكي في الجمعيه ولا حاجه؟ يا ريت بيعرفوا يحوشوا ولا يعملوا جمعيات. دول مبذرين، علشان كده انا همسك الميزانيه. انا كنت عايز حضرتك في موضوع كده يعني. صباح الخير يا فندم. ايه يا اهلا، ازيك يا تيتا؟ صباح الخير، عامله ايه؟ خير؟ ايه اللي جابك هنا عندنا؟ شغلك ايه يا مروان؟ في ايه؟ مفيش يا فندم، انا بس كنت جاي افكر حضرتك بموضوع السلفه اللي انا كنت مكلم فيها سعادتك يعني. ماشي ماشي. وعايز سلفه ليه؟ صحيح، انت عايز سلفه ليه؟ هقول لحضرتك يا فندم. هو الحكايه كلها بس انه كان في محطه اذاعيه هيفتحوها جديد، فانا كان عندي فيها مقابله مهمه جدا جدا والالارم فاهم يعني، كنت عايز اجيب بدله جديده يا فندم. انا فاكراك عايز سلفه علشان حد قريبك عيان، عايز تجيب له دواء ولا تعمل له عمليه، لكن عايز سلفه علشان بدله؟ عايز تتمنظر وانت ما حليتكش حاجه؟ جيل هايف. جيل هايف فعلا يا روي هانم. طلبك مرفوض. الله، يعني خصم 5 ايام علشان الهيافه اللي انت فيها دي. فضل. ميرسي جدا لحضرتك يا فندم. فضل. ربنا يخليك لنا يا تيتا ويديك الصحه ويطول لنا في عمرك. يرجع مرجوعنا يا هانم للموضوع اللي انا كنت عايز اكلم حضرتك فيه. خير؟ انا راجل وحداني ومراتي متوفيه بقى لها اكتر من 10 سنين. مش فاهمه. عايز اقول لسعادتك ان انا عايز ارتبط بيكي على سنه الله ورسوله، وفرق السن اللي بينا مش فارق. فرق السن يا بجم. وبعدين يا رؤوف هتعمل ايه؟ مناعة عندها حق بصراحة، بصراحة يا مروان يعني. مناعة استحملت اللي مفيش زوجة في العالم تستحمله. اسمع رؤوف. الخلفة. الخلفة يا رؤوف هي الحل الوحيد للمشكلة دي. اسمع مني. يا حبيبي الخلفة ديت يا مروان مش عايزة تركيز؟ طبعا. احنا مفيش تركيز خالص، أنا زوج متراقب 24 ساعة. اسمع رؤوف. ايه الموضوع؟ اسمع اسمع، هو نطش، ما تتكلم على طول. حاضر حاضر. بقول لك ايه؟ انت تروح دلوقتي ورا اخوها في البيت ها؟ والطيب خاطرها بكلمتين، خلاص؟ تقوم واخدها كده تحت باطك وتاخدها وتروحوا في أي حتة فاضية ما فيهاش تاريخ ابني. تحت الكوبري. تحت الكوبري إيه يا حيواني أنت؟ أنت بتستظرف. إيه؟ دي مراتي، آخد مراتي تحت الكوبري. يا منى دي ست كبيرة يا منى، وإن شاء الله كلنا نكبر. عشان خاطري، عشان خاطر ربنا يعني، خديها على قد عقلها. والله ما بكرهها يا رؤوف، انا مش عارفه هي بتعمل معايا كده ليه. طب بقول لك ايه بقى، احنا مش عايزين نضيع وقت بصراحه يعني، يعني احنا لسه في عز الشباب. نسيت ان احنا لسه عروسان يا منار. في ايه يا منار؟ ركزي معايا شويه. انا وربنا بص بقى ها. ايوه كده اضحك يا منار، شوف هنعمل ايه. منوره بيت اخوك يا منار. ابن حلال يا ابراهيم، كنت عايزك في كلمتين. ابن حلال. بقول لك يا ابراهيم. خير؟ عايزك بصراحه يعني والدليل الجميل بقى، عايزك تعمل معايا الصح. اللي هو ايه يا زميلي؟ يعني يعني يا ابراهيم حته لحمه مشويه بقى، حته جبنه رومي. خد مراتك واخلع. ليه؟ نشوه جاي. نشوه بنت منشوه؟ اه. مسا مسا يا ابراهيم. مسا مسا رؤوف. يلا منار يلا منار. قوم يا بنت، ربنا هات سرك. قلبي بس تعالي بس، مفاجأة مفاجأة منار. مسا مسا يا ابراهيم. مسا مسا رؤوف. هنا يا رؤوف؟ وفي ايه يا منى؟ هنا ايه؟ ما انت عارفه العيشه في البيت بقت سودا وتيتا يعني. اقول لك ايه؟ ما انت فاهمه، ما تلم عليك يا منى.
وبعدين عايزين يعني نقعد نتكلم نحس ببعض. امال انا راجل وبحبك وانت مراتي. فعادي بقى عادي. بعدين احنا مسيطرين تقلقيش. سيطره سيطره. احب اقول لك ايه، اول ما اقول لك اوكي ابدأي. ها جاهزه؟ يلا يلا بوسي يا منى، بوسي بوسي يلا عادي. قوم يا كابتن. فين؟ نهار اسود نهار اسود نهار اسود. وربنا مراتي. انزل يلا وربنا توهيش. ايه يا فندم ده عبيط؟ ايه يلا ده عبيط حبيبتك وربنا مراتي. صدق صدق انت دي مراتي وربنا مراتي. طبعا مش هتصدق.